من هنا تيبان جبل طارق جوج خلفات. انا كنعيش كنعيش انا والقطوطه هنا ها الكرتون ديالي ها شتي شي الكرتون شتي الحياه في المغرب كي دايره ها انت ها شتي ها ها هيك تفرش في اللي كتفرش كرتون هنا انا في اللي كنفرش ها الكرتون هو تنفرشو هنايا تنفرشو هنا هنا في كنفرش كنعس علاش هي يرجعونا حنا من اللي ويحيدوا لنا الورق ديالنا علاش انا ضد المراه ما مزيانش علاش يرجعوا لنا الورق ديالنا يحيدوا لنا الورق ديالنا ويديوهم لينا علاش عندنا الاولاد تما عندنا الورق وفي الاخرين يحيدوهم لك وتجي لهنا حتى واحد ما بغى يعتقك هنا تيقول لك نوتير بحالك وهنا ما خلاوكش الناس نعس الله يعاون اخويا الحاله ضعيفه ووالدينا ما فحالهمش داكشي علاش جينا نريسكيوهم اللي هنايا وان شاء الله نجيبوها في الغربه نفرحوا الوالدين هذا ما كان دي الوالده الحج الله اكبر الله يرضى على الوالده الحج بارك هذا ما كان ويا ما شاء الله طيب انت كتشوف الحاله كيفاش دايره ولكن الحمد لله الهجره قديمه من قديم الزمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهجر فهمتني ولا الرسول صلى الله عليه وسلم وهجر المدينه لمكه هذه من قديم الزمن ما واخا يحاولوا دابا المخزن ولا يعملوا شي حل ما يجبروش يحقاش هذيك الهجره ما غتسالاش ما كتسالاش الا طول الزمن حتى يا ريت الله والارض ومن عليها شجعوا اخوتي الله يرحم الوالدين وكلشي يدير لايك بارطاجيو اخوتي السيد راه كي بزاف كنتفرج انا بعدا بالمحتوى ديالو كيعجبني السيد الله عمرها دار وشي شوف الناس مساكن اللي ما بحالهمش يدور شوف الجمال وقول سبحان الله الخالق انت ماشي في مقاطعه كيبيك في كندا او سان فرانسيسكو في الولايات المتحده انت ماشي في لوزان في سويسرا ولا في هامبورغ بالمانيا هذا بكل بساطه المغرب وخضر لي عويناتك كنت واجد في نواحي مدينه الفنادق اللي كتواجد على ضفاف البحر الابيض المتوسط جبال زرقاء وغابات خضراء ونسيم ديال البحر تيفكرك بعظمه هذا الوطن ولكن تحت ديك الاشجار وتحت ديك الغابات الجميله وبين الكهوف ديال داك الجبال الشامخه كيتواجدوا العشرات ديال الشباب من افريقيا جنوب الصحراء ماشي باش يتمتعوا بهالطبيعه الساحره بل كينتظروا اللحظه المناسبه باش يهاجروا للضفه الاخرى كيف لا وهما تيشوفوا جبال اسبانيا وجبل طارق على مرمى حجر من هذا الموقع كتبان لك قلته صغيره ديال الماء بينك وبين الحلم ديالك قلته صغيره كتبان بشكل خادع لدرجه انك كتقول هذه قاده مقطعه غير عمان ولكن الواقع تيقول شيء اخر هذا مضيق جبل طارق وهو بحر من اخطر البحار في العالم وفي الاعماق ديالو تيرقدوا الاف الجثث ديال الناس اللي خدعاتهم هذه القلته الصغيره الغربه داخل الوطن هذا هو العنوان ديال هذه الحلقه يعني كاين الغربه في بلادات الناس ولكن كاين الناس بزاف مغربين داخل الوطن وهاد خوتنا هادو اللي تيجيو لهنايا من جميع ربوع الوطن غير شباب واطفال شفنا حتى اطفال هنايا كيجيو باش يدوزوا للجهه الاخرى بطريقه او باخرى وكاين مساكن اللي تيريسكيو بالحياه ديالهم كما سمعتوا الشاب اللي قال لي دابا عاد السيمانه اللي فاتت واحد جرب مسكين يركب واحد السياره ديال السلعه وطاح ودازت له الروايد فوق منه رحمه الله وتلقى دابا الام ديالو مازال كتسناه يجي وراها كل ليله كتقول دابا وليدي يدخل عليا ولكن هو مسكين رحمه الله كاينين دراري بزاف هنا من جميع المدن كاينين من سراغنا من القلعه من بني ملال
من اكادير، بزاف ديال الدراري صحابنا كاينين هنا. وفين تيباتو؟ شنو تاكلو؟ كيباتو هنا في الجبل الفوق. تيباتو في الجبل؟ في الجبل، يعني في العراء. في الغابة صافي. ساكن وشحال في عمرهم؟ كاينين عندك من 8 سنين الفوق. لا بلاتي بلاتي، شنو كتقول 8 سنين؟ يعني يعني اطفال اخويا. اطفال اللي جيتي بالليل هنا راه تلقى الدراري، فهمتي؟ تلقى الدراري هنا، حنا كنشوفهم كل نهار هنا. وكيريسكيو بزاف. واحدنا شي يوم ولا 3 ايام دابا، واحد الدري كان غادي وهو لاصق في هذيك الطوموبيل كاش جبت العام برا، صافي هو يدوز عليه. كيفاش تشبط فيها؟ تشبط فيها. اوه ومسكين يعني ومات مسكين. اي مات. ومنهم عداد مورايا كما كتشوفوا هنايا، ميناء طنجة المتوسط، وموراه بحيرة أو البحر الأبيض المتوسط، مقبرة المهاجرين مساكن من جميع شعوب المغرب العربي أو المغرب الكبير، جزائريين توانسة من جميع الجنسيات كيموتوا في هذا البحر هذا، حتى خوتنا الأفارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا كنتكلم معكم من قرب ديال الميناء طنجة المتوسط كما كتشوفوا هنايا. اليوم الحرارة تقريبا 38 دوغري، وحنا هنا في الشمال ديال المغرب حدا القصر الصغير، يعني كما كتشوفوا. وغادي نحاولوا نحاوروا خوتنا الحراقة، خوتنا اللي باغيين يدبروا على راسهم. حنا ما كنشجعوش الهجرة السرية، ولكن في نفس الوقت كنحاولوا نعرفوا كيفاش هاد الناس كيفكروا، وعلاش فكروا يهاجروا، وعلاش خلاو والديهم وصحابهم وحومتهم وجاو لهنايا. ما كيسيبوش هنا فين ينعسوا، ما كيسيبوش شنو ياكلوا شنو يشربوا، وتيبقاو مرابطين هنا بالعام والعامين حتى كتجيهم الفرصة. خوتي المشاهدين، اخواتي المشاهدات، حنا كنتوجهوا هنا بالجانب ديال طنجة المتوسط، هو ميناء اكبر ميناء في افريقيا واكبر ميناء في المغرب وافريقيا، بل وفي البحر الابيض المتوسط. ومعنا اخوان ديالنا وليداتنا اللي باغيين يسوفي راسهم وباغيين يمشيوا للجهه الاخرى. لقيتهم هنايا. السلام عليكم. السلام خويا. خويا السلام عليكم، شنو سميتك اخويا؟ اسمي شي عمر اخويا. خويا سمي شي عمر المرض. خويا عمر منين انت؟ منين المدينه انت؟ خويا من كازا انا المرض. من كازا؟ شحال هادي وانت هنايا؟ ودابا يلاه جيت هنا هذا الصيف هذا المرض، شحال من واحد كنعرفو مسكين هنايا، عام عامين مسكين الدراري هادشي اللي يسكنو هنا، كاين اللي حراك، كاين اللي باقي هنايا كلو الزهر ديالو، فهمتي؟ وما كرهناش نمشيو نصوفيو من هاد الارض هادو، ولينا راه شي حبسونا هاد الناس، شي حبسونا في السكانير، شي حبسونا مش خلونا نمشيو هادو، يتعاملوا معنا نصوفيو، ضايعين في هاد الارض هادي وحق الله العظيم. قريتي انت في كازا؟ قريت في كازا شهر الكاطر ايام المرض. بارك الله حمزه بالفقيه قنيطره. قنيطره المهديه ديالنا. المهديه. علاش جيتي لهنا؟ علاش ما حركتيش من المهديه؟ خويا الحاله ضعيفه ووالدينا ما فحالهمش، داكشي علاش جينا نريسكيو من لهنايا وان شاء الله نجيبوها في الغربه، نفرحوا الوالدين. هذا ما كان. شنو الحلم ديالك؟ ندي الوالده للحج. الله اكبر. الله ينديها الوالده الحج، بارك هذا ما كان. خويا ما شاء الله. الله يلاه انت كتشوف الحاله كيفاش دايره، ولكن الحمد لله. الريسك ان شاء الله غنجيبوها. ان شاء الله. كيفاش اخويا شنو قلتي؟ السلام عليكم. نجيبوها في الغربه اخويا ان شاء الله. شكون اخويا معاك هضر انت؟ جبنا كادير انا. كادير السوسي ديالنا. تبارك الله. شنو تقول بالسوسيه؟ قولها بالسوسيه. اخي معني بالسوسيه زعما كابر. معنا كابر تما. نجيبوها ان شاء الله. ان شاء الله غادي نجيبوها في الغربه، كاين احساس. ياك اخويا. كاين احساس. انا 3 سنين وانا كنريسكي، ولكن ماشي هنايا، هذا اول عام عندي هنايا في المرسى، ميناء طنجي ميد. 3 سنين اخويا. 3 سنين. وكاين معنا واحد خونا ريفولي. خليه ما بغاش يهضر، خليه. لا لا صافي، هادشي اللي كاين اخي. خويا كيفاش 3 سنين فين كتباس شنو كتاكل؟ خويا واحد يعطيك حاجه وفهمتي، واحد يقى معاك فهمتي، هذا ما كان الحقيقه. راه انا قلنا يعني انت كدوز الغربه في الوطن ديالك. وصعيبه، صعيبه بزاف والله الا صعيب، الجروح صعيب اخويا، واش غادير؟ حنا صابرين وصافي. السلام عليكم. خويا. خويا لاباس عليك؟ السلام عليكم، تبارك الله. وعليكم السلام، الله يبارك. وعليكم السلام. خويا منين اخ اخويا؟ انا يا خويا من حد السوالم. حد السوالم فين جات؟ حد السوالم هذه جات حدا قريبه البرشيد. حدا برشيد؟ خويا واش كدير هنايا؟
انا كنريسكي. كنريسكي شنو هي الريسك هذا؟ انا كنريسكي يعني باغي نمشي للغربه. يعني باغي تحرك؟ باغي ريسكي يعني هجره سريه. الهجره السريه. وعلاش اخويا؟ علاش تخلي مهمتك وتخلي باك وتخلي صحابك وتخلي حومتك؟ لا انا كنت عايش تما، انا قديم كنت عايش تما. فين كنت عايش؟ كنت عايش في اول مره مشيت الخزيره تورجوني. عاوتاني مشيت حرقت من القنيطره اول حرقه. ثاني حرقه مشيت من هنا قصد كرياج وضربت في واحد جار مجرور درير غادي سويسرا، دخلني الباليريا. ومني دخلني الباليريا ضربت في واحد الباليريا هو الباطو. الباطو. ضربت في واحد البلاصه اخرى ودتني البرتغال، عشت معاهم في البرتغال واحد المده. فين البلاصه؟ كنت في لشبونه دوزت 5 ايام. ومن بعد داونا البوليس السوندر ديال الوراق في بورتو في الشمال بورتو. من بعد تلقوني دوزت سينيوم معاهم يعني شهرين، يعني شهرين دوزت معاهم تماك في السوندر ديال الوراق. ومن بعد تلقوني عطوني 24 ساعه يعني خويا البرتغال ما رجعونيش للبلاد. من تما طلعت الفيغو يعني اسبانيا فهمتي. سيلتا دي فيغو. مشيت الفيغو. هزوني تمايا داوني البوليس السونتر ديال الدراري الصغار ديال بوينتا فيدرا، كاين فو بوينتا فيدرا في غاليسيا بوينتا فيدرا. من تماك طلعوني البصمه ديالي ورجعوني لهنايا وعاوتاني حرقت مشيت لمورسي وعاوتاني رجعوني. واخر مره مشيت تل عاوتاني مشيت تل بلجيكا. بلجيكا عشت واحد المده من 2012 حتى 2013 10. غادي ندخل لالمانيا. ملي دخلت لالمانيا انت خاي ديالي كيضربوهم اخي، كاين العنصريه هنا في البلاد. انا خايف القصر الصغير كيضربوهم بالحجر. كيضربوهم هنا بالحجر وكيجروا عليهم ما كيخليهمش يدبروا على الماكله ما كيخليهم حتى شي حاجه. واش غادي دير اخي ديالي فهمتي؟ هنا كيكرهوا الحراقه راك عارف فهمتي. يعني هذا راه وقف البلاد كنت اي بلد. انا عندي بطاقه وطنيه، عندي البطاقه حتى ديال الغربه، عندي كل شيء فهمتي. نقدر حتى هي نوري عليك الطريقه. علاش دابا الحراقه كثيرين بزاف، وملي كيشوفوهم كثيرين ما بغيناش نبقاو عند العنصريه بيننا وبين هذا الصديق ديالي مدوز مورسيا حتى هو ما شاء الله وكريس كانويا. شو سميتك انت؟ انا سائل. انت خويا حمزه؟ قلت لك خويا انت كتشوف هاد الزباله هادو ما كيخلوناش. الله دابا نتحركوا. الشريف اجي تخلص. اجي انت مول الباركين ياك؟ السلام عليكم. هاك اخويا البركه ديالك. اييه مرحبا اخويا. واش شتي انا صحاب الجيليات بزاف هاد الايامات هنايا؟ صحاب الجيليات علي دار جيلي من شي بلاصه كيجي. علي دار جا من شي بلاصه كيجي لهنا تيدير الجيلي. وانت قديم هنايا؟ انا قديم دوزت العام اللي فات وهاد العام هذا وكانوا ريفطينو تريبولي وتندبر على راسي باش ردوك روفولي. انت كنت في اوروبا؟ من الطاليان. 39 عام في الطاليان. 39 عام في الطاليان وروفلوني وعندي اربعة الوليدات وجيت ندير باركين العام اللي فات وهنا عطاني شي حد هو هذاك ما عطانيش نقول له الله يرحم الوالدين. فين بلاصه كنت في الطاليان؟ انا كنت في ميلانو. انا كنت في ميلانو والريميني 39 سنه وعندي ولادي تما وراهم في الانجليز دابا ما كيجيوش وما استنا منين في عنينا تنعسها في الخلا وبغينا نمشي نعقب الطاليان ان شاء الله لا بقى العمر حي صحافي. وعلاش ردوك تورفولي؟ ورفوني ردوني على المراه صوتها وداك الشيء وطا قالت لك طلقني. المهم وانا نتفارق معاها وقالت لك خصك تمشي بحال هذيك البلاد. دحشت معاها وتضاربت معاها وحيدوا لي الوراق عندي الوراق ديال ديما وصيفطوني. ودابا كيفاش كتحس ولادك بعاد عليك؟ بعد عليا راه ما شفتهم 26 عام راهم في الانجليز دابا بالباسبورات ديالهم محمرين وهي باقا في الطاليان. هي قوريه؟ هي مغربيه ولات يهوديه تما ولات تمشي للكاريطاس ولا كنيسه. والدراري راهم في الانجليز راهم في العاصمه ديال الانجليز. راه عندي السميه ديالو ودخل فيسبوك وما تيبغيش يهضر معايا. عنده 36 سنه وخدام هو تما. شنو اسمك الله؟ نعم انا سميتي العنوي عبد الله. انا ولد بني ملال بروبي ولد بني ملال. شي الله عين سردون. عين سردون ساكن حدا عين سردون بالضبط. تبارك الله عليك. ولكن اسمح لي واش انت اللي طلعتي المراه من البلاد ولا هي؟ انا اللي طلعتها من البلاد وما انا اللي طلعت المراه من البلاد وما بغا يديروا معايا حتى حاجه. انا اللي طلعت المراه من البلاد فهمتي. انا اللي طلعت المراه من البلاد طلعتها في 89 ودخلت 90 ودرت لها الاوراق وكنت خدام ريغولاري في الشركه وداك الشيء. ولات تقول بغيت نخدم على والديا وبغات تمشي دير شي حوايج خايبين. وعندي معها جوج اولاد وبقيت كنصير عليهم. ودابا راه شديت الدراري وحيدوا لي الاوراق بسبيته. انا دخلت للحبس بسبيته 6 اشهر وصيفطوني. والمهم دابا ولادي راه 26 سنه ما شفتهمش. راهم في الانجليز راهم في العاصمه ديال الانجليز. وعلاش صوت تاعك؟
صوتها قالت بغيت نخرج للعيب، بغيت تخرج للعار، بغيت تدور في الزنقه. من حقي انا ندير المسلم، ودعاتني وربحتها عند الوكيل وكل شيء. قال لي ماذا خصو يمشي بحالهم؟ قالت لهم لا، بغى يقتلني، بغى يدي الدراري للمغرب. المغرب فيه الرشوه، فيه اليهود، وانا هادشي علاش ضربتها. قلت انا مسلم ودمي مسلم، خصني ولادي يعقبوا صيفطوني على هذاك القضيه. اوكي اسمح لي اخي عبد الله. عبد الله ياك؟ خويا خويا عبد الله بني ملال. دابا هذه القصه ديالك انت من جهتك، ولكن كنظن انا الا مشيت عندها وهضرت معها ربما تكون قصه اخرى. شوف الا مشيتي هضرتي معك انت انا معدي عليها مرحبا. راه دابا هي كتكون في الريميني فورلي، عملت فورلي، والدراري راهم في العاصمه ديال الانجليز لندن. في لندن راه عندي حتى الكود ديال الدري، انا نعطيه لك دابا وتنطي ليه دابا، غادي يقول لك انا في لندن. وشحال هذه باش ردوك من البلاد؟ انا ردوني دابا عام ونص هادي، وتنمشي دابا تنبغي نحرك وتيرجعوني، تنمشي تنبغي نحرك وتيرجعوني. اسمح لي ابو عبد الله، اسمح لي، شحال في العمر ديالك؟ عمر ديالي 61 سنه، مشيت للطاليان في عندي 20 سنه. يعني دابا انا كنشوف رجل تبارك الله ما شاء الله مغربي حر. حر على بوجه ديال الدين الاسلام. مغربي حر وعنده 61 سنه وباغي يحرق. باغي انا خصني نرجع انا نحقق الظروف ديالي مع ولادي، ونعقب ورق ديالي دار مني، وداو لي ورق ديالي، وانا قربت للونتريت. علاش انا يديروا لي بحال هكا؟ هي قالت لي خصو ما يبقاش هنا باش ما يضربنيش، باش ما يقتلني، باش ما يدير لي حتى حاجه. وحكمت المحكمه البراءه ديالي انا، وقالت لك تعطيني ليصانه. ملي كانوا الدراري صغار وانا كنادي في ليصانه حتى كبروا الدراري. يعني باش كنت خدام؟ انا كنت خدام بناي موراتوري، بناي موراتوري، لا تناكل الدق لا تنعس. دابا هنا في الزنقه ها هما الناس كاع تيعرفوني تنعس في الزنقه. راه ما هنا المغرب حتى واحد ما بغى يعطيني حقي. قال لك ما عندنا ما نديرو، كان بغى يدعى نحرق نعقب بحالتي، نشد ورقيه وعدي النمره ديال المحاميه لابوكال. هاه قالت لك اودي راه الا بغيتي نجبد لك وراقك خصك يمكن لك ترجعي لهنا، تشوفي شي حل باش ترجعي لهنا، ولكن ما شفتش الحل. جيت العام كامل، العام الاول هنايا تما جابش الله، عقبت انا جيت دابا في الصيف تندبر باش نتعشى وباش ناكل وتنعس برا. ما ربنا يجيب الله سي ود الناس اللي يدير لي شي قانون، ولا يدير لي شي فيزا، ولا انا ولادي راهم في لندن ووراقي عندي، راه خصهم عام اللي يجبدهم لي من الكوميساريه. شنو الرساله ديالك؟ شوف في الكاميرا، شنو الرساله ديالك لوليداتك؟ شنو تقول لهم؟ الوليدات الرساله ديالي تنقول لهم تيطلب منكم باكم، خصكم تجيو تشوفوني، وعندكم باسبورات حمرين تجيو تشوفوني من حدي باقي حي، وتجيو عندي عندي خواتاتهم كبارات عندهم لا ليسونس وعندهم باسبورات حمرين، هما ما بغاوش يجيو يشوفوني. هي تتقول لهم لا ما تمشوش للمغرب، راه يسحروكم، راه يشدكم باكم ما باقيش تجيو. عرفتي انا رساله مني هي راسم واحد العن كاع قالبين السميه، راه واحد داير ايريك العناوي. المهم هما راه مسدي باسبورات حمرين انتي طاليان، طاليانيين تشدات هنا طاليانيين، وراه غادي تجبدوهم الا بغاو يجيو يشوفوني. مرحبا بهم. الله يحفظك. كيبغيو يهضروا معاك ولا؟ والو ما تيهضروش معايا، تيهضروا مع خواتاتهم في الانستغرام، تيقول لي اختي راه عارفين انتم بان خواتاتنا وماما تتقول لنا ما تمشيوش للمغرب، وهذه المغرب خايب. وانا بغيت نحاول نرجعهم باش يشوفوا خواتاتهم ونتصالحوا، وما ربنا يديوني انا عندهم هما اوراق راه يضمنوني غادي نمشي نجبد الوراق ديالي ونمشي نخدم على راسي. انا بقيت هنا ضايع. ملي كتحط راسك في الليل؟ نعم؟ ملي كتحط راسك في الليل على الخديه؟ ومريض اصاحبي، وكنعس بالزنقه وما تعرفها فين تنعس، راه كرتون اصاحبي. وتيجي تيقول لك سير بحالك من هنا. قلت لهم انا تناكل الخبز هنايا، انا تناكل بلادك. شكون اللي حرك؟ لا قالك لا، هادو اللي هنا قالك لا ما تعيشوش هنايا انتم، ديني ماكم انتم بالله، سيروا بحالكم من هنا. كيما ودي انا خلوني، انا بغيت غير ندبر باش نعيش، باش نرجع بحالتي لبلادي ديال اوروبا. انا كنموت على اوروبا لان فيها القانون وفيها الحق، فيها القانون وما تيديرلكش حقك. واحد السؤال ابو عبد الله. نعم. الغربه كاينه هنا ولا لا؟ الغربه كاينه هنا، حنا الناس تتموت بالشر وتتموت بالجوع هنايا. انا نقولها بلا لوا، انا نهضر القانون، انا تبغي القانون هنا، حتى واحد ما تيبغي القانون هنا. الا جيتي تهدر على القانون يدخلوك للحبس. الغربه راه كاينه هنا، حنا برانيين دابا هنا. لا بلاد ربي، بلاد المعقول، بلاد الصراحه، بلاد الخير. لا ما تظلمتيش، لا تظلمتي هنا. هنا فين تظلمنا صاحبي؟ هنا دابا تتسال بنادم رزقك ما بغاش يعطيك لا ورقه مشيتي لا ما يعطيوهاش لك. انا راه ما كاين لا قانون لا يحزنون، لكن كاين الله فوق. كاين الله سبحانه وتعالى، وسيدنا الله ينصره هو اللي تيعطي القانون، ولكن انت واحد من وراه ما تيطبق القانون. سيدنا والله هما اللي كاينين هنا. عبد الله. نعم اسيدي. كنتمنى لك ان شاء الله ترجع تشوف وليداتك وترجع تعيش معاهم، وكنتمنى من هذا المنبر او وليداته، شنو السميه ديالهم؟
يعني اسماء اوروبيه. اسماء اوروبيه اللي بدلوا الجنسيه، داروا باسبورات حمرين ايطاليان، داروا باسبورات حمرين. انا كنتمنى الاولاد ديالكم ديالك ان شاء الله يشوفوا هذا الفيديو ويشوفوا هذا الاب هذا العظيم هذا اللي كيكافح وعرقان ووقف في الشانطي وفي الشمس وكيدبر على راسه وكينعس في الزنقه. الا كتشوفوا باكم هذا راه باكم، ربما المره الجايه ما تلقاوش وما تشوفوش، ربما تجيو وتلقاوه مسكين مات. انا كنتمنى من الله انك تشوفوه وتشوفوا من حاله واتصلوا به، ولما لا طلعوا الاوروبا يعيش معكم. الله يرحم الوالدين. خويا عبد الله كنشكرك ونهارك مبروك وتبارك الله عليك. برافو ليك. السلام عليكم. هذا اسم الكريم ديالك؟ انا اسمي سي سفيان وتندعم الدراري الحراقه كاملين، حيت انا راه في المغرب راه كاين غير التكرفيس و تيبقاو فيا الدراري بزاف لي صغار هنا، راه التكرفيس راه كون كيشوف بنادم داكشي بعيني راه غيتألم بزاف. والله انا بعدا تنشوف شي دراري هنا مكرفسين بزاف وكلشي في عيني في اوروبا، كلشي بغى يمشي للغربه، حتى شي واحد ما حامل هاد البلاد هادي، واخا هي بلادهم وتزادوا فيها ولكن كلشي تيكره. القانون ما كاينش، سميتو التضامن، الوعي، عندنا الجهل هنا، حتى الناس المتقدمين اللي تنشوفهم حنا متقدمين اصلا جاهلين، فهمتي؟ كتلقى واحد خارج من واحد النيفو في المدرسه ما معتبرش كاع في الدوله، فهمتي؟ واحد النيفو كاع ما معتبرش في الدوله في الدراسه، ملي كتلقى عنده واحد الوعي اللي هو كبير، وكتلقى واحد جالس في واحد الكرسي وحاكم شحال من حاجه فهمتي وما تيطبقش. داكشي اللي خصو يكون في الدوله ما تيطبقوش هو، فهمتي؟ داكشي علاش حنا بغينا نمشيو لاوروبا، ما بغيناش حنا نجلسوا لهم في هاد البلاد، حنا بغينا نخوي لهم بلادهم، حنا ما بغيناش نجلسوا معاهم، ومازال مع ذلك تيضغطوا علينا، مازال مع ذلك بغانا هما هكا نقولوا هكا بغاونا حنا نبقاو لهم عبيد، فهمتي؟ يعني انت باغي تقول ما بغاو يخدموكم، ما بغاو يخليكم تمشيو بحالكم. انا ولد خنيفره، انا شلح. شحال انت هنايا؟ هنا ما كملاش 15 يوم، ولكن كنت في الناظور، كنت في بنينصر. لا ما دزتش تما، كاينه الحمله الليل والصباح تيشدوك تمايا. انا تنقول لك والله ياخذ الحق في دوك السكارتي، راه تيتكرفسوا على ولاد الناس، راه تيضربوهم بزاف، راه تيديروا لهم شي، راه شحال من واحد مسكين تعوق تما، شحال من واحد تهرس غير بسبب دوك الحراس اللي كاينين تما. وهنا طنجه بعدا بخير، كاينين الوجوه الزوينين بحال هذا الصديق هذا النيت، وشحال الله يحفظك، كاينين بزاف ديال الناس زوينين، وان شاء الله تنتمنوا لكل واحد الغربه ان شاء الله، حيت تما غادي يحقق بنادم الاحلام ديالو، غادي يفرح والديه، شحال من غادي تبدل عنده العقليه، تبدل عنده الحياه، غادي تولي عنده حياه طيبه، ماشي بحال هنا. بو عبد الله الله يسهل عليه مسكين، الله يفاجئ عليه حتى هو، الله يسهل على كل واحد. بنادم راه كبير هنا، هنا بنادم كبير عباد الله، هنا راه تيقلب على برا، تيقلب على على الاورو يمشي كبير. شوف ما سقناتش ان شاء الله، الله يسهل علينا. شكرا اخويا، بارك الله فيك. خويا عبد الله ما تقلقش من رحمة الله. والله ما قنط انا من رحمة الله، تنعرف انا ربي والمالك اللي تنعرف في هذه البلاد، هذه البلاد راه ما فيها لا معقول لا حق لا قانون والو. انا بغيت نعقب عند ولادي، وبغيت نعقب الغربة نعيش فيها، وبغيت نموت لها، بلاد المسلمين هي هذيك اللي تم. ما كذبتش عليك انا، المعقول هو هذا. انا كرهت، انا كرهت الحياة. كرهت انا الحياة، انا والله لا كرهتها بالله. علاش؟ لان كنت تعذب انا هنا، دابا درك مشاو كل الاولاد. بقاو لي هنا جوج بنات والمراه، ما عندك لا خدمه لا ردمه، وانا تعودت على ديك البلاد غادي بالمعقول. هنا ما كاين لا معقول لا ما كاين لا خدمه لا ردمه. انا جيت بغيت تنضل في الشمس باش ندبر على 50 درهم ولا 40 درهم نتعشى منها، وانا ما لقيتش السكن. انا تنسكن على الكرتون ديالي، راه الكرتون راه شتيه يعني اللي هي هذيك البلاصه شويه تما. جيت تشوف على ولادك، انا مازالش ذاك الميكروفون دير وحده فمك الاحمر. جيت تشوف، جيت تشوف على ولادي دابا، تشوفوا دابا هاد الحيوانات هادو. انا كنعيش، تنعيش انا والقطوطه هنا. ها الكرتون ديالي، ها هو شتي شي كرتون، شتي الحياه في المغرب كي دايره. ها انت، ها شتي، ها ها هي كتفرش في اللي كتفرش كرتون هنا. انا في اللي كنفرش ها الكرتون، هو تنفرشو هنايا، تنفرشو هنا هنا في كنفرش كنعس. علاش يرجعونا حنا من لهي ويحيدوا لنا الوراق ديالنا؟ علاش؟ راه هاد المراه ما مزيانش، علاش يرجعوا لنا الوراق ديالنا، يحيدوا لنا الوراق ديالنا ويديوهم لينا؟ علاش؟ عندنا الاولاد تما، عندنا الوراق، وفي الاخرين يحيدوهم لك وتجي لهنا. حتى واحد ما بغى يعتقك هنا تيقول لك نوض سير بحالك مات، وهنا ما خلاوكش الناس تنعس. هنا تيقول لك لا صافي اخويا. تيقول لك نوض من هنا. تيقول لك نوض حيد علينا من هنا، نوض عطينا التسع.
راه ماشي معقول حقاش هنا ما كاينش المعقول ما كاينش صاحبي شوف يكذب عليك واحد كذاب في المغرب ما كاينش اثر معقول ما كيدور مول المعقول بقى اللور لك شوف واحد السؤال نعم مازال كتبغي مراتك ها قول الحقيقه مازال كتبغي مراتك اقسم لك بالله العظيم الا كنقول داكشي من القلب ديالي من القلب ديالي الخالص والله ما عندي هادشي اللي كنصور هو اللي تناكل انا وكن كنعش السؤال ديالي كان واش مازال كتبغي الزوجه ديالك وانا كنبغي الزوجه ديالي باش نعقب نجمع ولادي ديالي وعندي الورق ديالي نرجعهم وهما عندهم باسبورات حمرين وهي عندها باسبور احمر علاش ديريها بحال هكا وتولي يهوديه وبغيتي تولي يهوديه المهم ما تحيديش الورق ديالي ولا قول لولادي يجيو نصاوب الورق ديالهم مشيت انا نعيش تما انا ماشي قلت لك ما ديريش تي تشربي ولا ما تدوريش ماشي شغلي انا خصني عاورقيا تقولي لولادي يجيو عندي يشوفوني غادي يجبدوا لي ورقيا نمشي معاهم ونجبد ورقيا دابا با عبد الله شوف واش فهمت مزيان القصه انت كنت نشوف واش فهمت انا مزيان القصه انت كنت عايش في طاليان اها والسبب المراه قالت لك اسيدي انا بغيت نخرج نخدم على راسي وبغيت ندور وما بغيتش نولي مسلمه ما بغيتش نبقى مسلمه قلت لي فتي حنا راه الدين الاسلام راه كاينه الدار وكلا شاربه قالت لك لا بغيت نخرج ندور وبغيت نخدم على وليا وبغيت انا ندير الطوموبيل وبغيت ندور مع الطاليانيات واحد شويه دحشت معها دخلتني للحبس ضربت 6 شهور ديال الحبس ولينا في الليصانة واحد شويه ولا تيطلع لي الدم كنسكر كنبقى ندور بالزنقه شويه قالت لي مبا يخون الدراري وما يديوني ثاني وما يحيدوا لي الورق وسيبطوني والدراري مشاو بقى تيقراو راه مشاو راهم في النجليز دابا بجوج وهي راه في طاليان دابا عقبتهم يهوديه وانت عندك شي واحد هنا؟ عندي جوج بنيات والمراه مساكن بني ملا راه كاريني مع بيت تيسكنوا عا في بيت قلت لهم الله غالب قالت لك لا جلس انا ضربت تماره كان عندي 60 عام وضربت 40 عام لا ونجي نضرب تماره انا كان غادي نعقب البلاد الغربه هي فين غادي نعيش انا دابا انت كتحاول تحرق من هنا لا ما كاينش كيفاش نحرق واش انا عندي 60 عام غادي نحرق بالكاميو انا تنشوف على وزن شي واحد يديني ولا يدير لي شي بيرجمون ولا عندي باسبور ديالي عندك الرقم ديال التليفون عندي التليفون ها هو بجيبي عطا فيه ما مسرجي مول وعندي الرقم التليفون تخلي الرقم ديالك وهي الله يرحمك المشاهدين اللي بغى يعاون اللي بغى يدير معايا خير يدير المشاهدين هاي المسلمين اللي بغى يدير معايا خير خليكم الرقم وانا اتصلوا بي انا في القصر هنا وان شاء الله يجيب الله التيسير شي واحد مؤمن يدير لي الورق نطلع عند ولادي نسد الورق ديالي مشي عندهم انا النجليز انا ما نمشيش انا قاعد طاري نمشي نقلب عليهم في النجليز ندير يديروا لي الورق ديالي عندهم باسبورات حمراء ان شاء الله با عبد الله انا نخلي الرقم ديالك مكتوب في الفيديو والناس اللي باغي تساعد با عبد الله اللي راه مسكين مكرفص حنا حدا الميناء ديال طنجه المتوسط مسكين يلاه كيوقف على الطوموبيلات شي كيعطيه شي ما كيعطيهش وهو 10 40 عام في الطاليان كان خدام بالناي وفي الوقت اللي خصو ياخذ لونتريت مسكين هذا هو لونتريت ديالو هذا هو الخبز اللي تياكل الطون والخبز تنجيبو لهنا تنحطم كيفاش؟ تناكل الخبز والطون كاين اللي تيعطيني كاين اللي تنشري وتنفرش هاد الكرتونات وتنتغطى بهم تنتفرش بجوج كرتونات تنتغطى بالكرتون الاخر المهم دابا درك انا نخليك النمره التليفون واللي بغانا يتصل بيا يدير معنا خير يرجعوا نمشيو نرجعوا الاوراق ديالنا انا الطاليان تنموت عليها صراحه ورا الناس دابا الدراري من الطاليان كاع تيدوزو هما اللي كيدبروا عليا 5 دراهم 10 دراهم هذا مع الطاليان من الطاليانية شي io voglio le genti che fare un piacere per me che aiuto per andare all'Italia per vedere ancora dei commenti il mio io faccio lavorare i moratori magari qualcuno che aiutare a me per favore però sicuramente che tutto l'italiano che li senti a me che li hanno aiutare a me per andare all'Italia per fare i miei dei commenti per favore ok ok va bene فاري القاطو شنو هذه القطه ديالك؟ انا عايشين هذونا راه 10 ولا 8 سي سيامو ديتشي قاطي كي فاري بيكولو لورو كوم مي تو باري ايطاليانو بيني يو باري ايطاليانو باري فرونسي باري اسبليوني اكي عيشوا معايا مشاكل القطوطة بحال ولادي ترى تينعسوا فوقي انا كنجيب لهم الماء وتنعسهم حدايا وكاين اللي تيبغي يقتلهم تنقول لا انا عزيز عليا الحيوان كلب عام اللي فات جيت حيوان دبرت على 100 درهم وشريت له الدواء فهمت عبد الله نعم اخويا الله يحفظك هاد الناس راهم تيخافوا هنايا تيخافوا تيتحبوا راه معك لا تيتشحموا مع فين غادي نطلعوا الميريكان انا
تسالوتاري توت لي جين تي بير الموندو اللي بغى يعاوني غنخلي نمر التليفون ليك اللي بغى يعاوني يساعدني ندير الوراق ديالي ولا يعاوني يصيفط لي شي بركه نصيفط لبناتي هنا هنا ولا نعطيهم السميه يصيفطوها لبناتي مرحبا. اللي ما بغاش اخويا الله يجيب ليه الرزق ولا يجيب ليه التيسير. المهم انا راه باي طريقه عالم ترى خصني نرجع اوروبا ونحقق الحلم ديالي ونرجع الوراق ديالي. والله يرحم ليهم الوالدين اللي بغى يتعاون معايا يتعاون معايا اللي ما بغاش الله يسهل عنا وعليه. الله الله باي 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 باي. الله يعاون ما يعطش ياك. انا صاحبه صاحبه انا صاحبه. هذا ما يعطش ياك.